بعد سيمي فاينل كاس مصر الموسم اللي فات ما بين النادي الاهلي والنادي الاتحاد، ولما كسب النادي الاهلي 2-1، كابتن ابراهيم حسن طلع قال النادي الاهلي مع موسيماني لا طعم لا لون لا رائحه. يا جماعه هي مصر خليت من المدربين شتيمو موسيماني. النهارده النادي الاهلي بيكسب نادي الاتحاد 4-0 مع الرأفة فنيا ورقميا وكل شيء. مباراة كانت من طرف واحد، واعتقد دي اول مرة كابتن حسام حسن يخسر من النادي الاهلي بربعية نظيفة ونتيجة كبيرة قوي قوي تكبدها النادي الاتحاد في اول مباراة لموسيماني بعد عودته من الاصابة بكورونا. واعتقد موسيماني رد على تصريحات كابتن ابراهيم حسن لحد ما، كان تصريح قوي جدا ساعتها ان هو من مباراة واحدة اطلق حكم نهائي على اداء النادي الاهلي مع موسيماني. النهارده شفنا تجربه موسيماني الثانيه مع النادي الاهلي قدام الاتحاد، ودي مهمه. ليه؟ لان المدير الفني بيبقى خلاص خد الشريط بتاع الماتش الاول، اللي اكيد طبعا انا لسه مدير فني اجنبي جديد في مصر، لسه يعني بتحسس نفسي في الكره المصريه وبجمع معلومات، فاكيد مش هتحاسبني على الماتش الاول، هتحاسبني على الماتش التاني بشكل كبير. وفعلا موسيماني نجح تماما انه يتفادى كل الاخطاء اللي اتعملت في الماتش الاول. فعلا موسيماني قدر يتفادى كل الاخطاء اتعملت في الماتش الاول، ماتش الكاس اللي كان نادي الاهلي خصوصا في الشوط الاول كان عنده اخطاء كتيره قوي 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 في نص الملعب. النهارده نادي الاهلي بيقدر يقدم مباراه رائعه، فوز بنتيجه كبيره جدا 4-0، مش 4-0 بس، والاداء كان ممتاز لغايه الدقيقه 65. في وجهه نظري ريتم النادي الاهلي كان سريع جدا 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 لغايه الدقيقه 65، لما الريتم بدا يهبط شويه لما نزل مروان محسن وصلاح محسن، واكيد وبعديهم وليد سليمان. اكيد طبعا ريتم الثلاث لعيبه دول مختلف تماما عن الريتم اللي كان بيلعب بيه محمد شريف وحسين الشحات وكهربا. ده ريتم سريع جدا، ده ريتم لحد ما هادي وبطيء شويه. هنتكلم عن مباراه ونقول ونشرح ايه الحاجات اللي عملها موسيماني عشان يتفادى بيها الاخطاء اللي الفرقه عملتها في ماتش السيمي فاينل للكاس السنه اللي هي الموسم اللي فات يعني. طيب موسيماني غايب عنه عمرو السوليه وغايب عنه برده مجدي قفشه، لعيب رقم 8 ولعيب البلاي ميكر، بسبب طبعا اصابتهم بكورونا، وان شاء الله ربنا يشفيهم ويرجعهم للفريق في اسرع وقت. وبالتالي كان محتاج ان هو مجبر ان هو يكمل بطريقه اللعب اللي لعب بيها قدام سوني داب في افريقيا، ولعب بطريقه 4-3-3 استغنى عن مركز البلاي ميكر وكمل بحمدي فتحي واليو ديانج واكرم توفيق كثلاثي في قلب الملعب، مع اتاحه الحريه لاليو ديانج وحمدي فتحي ان هم يتقدموا شويه للهجوم. اكرم توفيق كان هو دايما واخد الدفاع لغايه طبعا في الاخر خالص لما جات له مساحه فرصه انه يجيب هدف، راح متقدم وجاب الهدف الرابع. طيب ايه الاخطاء اللي صلحها موسيماني؟ انه الماتش ده لعب نارو، قعد يلعب نارو بشكل واضح جدا، وبدا يلعب بشكل ضيق، وبدا يقرب جدا جدا المسافات، وما سابش مساحه المسافات اللي شفناها في ماتش فاينل الكاس والكاب مديه. عمار حمدي ولاعيبه نادي الاتحاد الحريه والمساحه ان هم يتنقلوا الكره في وسط ملعب النادي الاهلي بالطريقه اللي هم عايزينها. اضيف عليها كمان اكيد وجود بدري بنون، ثنائيه بدري بنون وايمن اشرف، اكيد اضافت قوه دفاعيه للنادي الاهلي عن ثنائيه ايمن اشرف وياسر ابراهيم، ولكن اكيد الثلاثيه الخط الوسط بتاعت اكرم توفيق وعلي ديانج وحمدي فتحي وقربهم من بعض جدا، القرب الفظيع لبعض اكيد خلاهم يضيقوا المساحات وقفلوا تماما على عمار حمدي مفتاح لاعب نادي الاتحاد ان هو يبدا ينظم الهجمات من نص الملعب زي ما كان بيقف في ماتش نهائي الكاس. عمار حمدي في ماتش النهارده لما كان بيحاول يبني الهجمه من نص الملعب على طول كان بيلاقي دبل بريس عليه وقفل مساحات التمرير، لان كل اللعيبه كانت بتقدمها وبتلعب بشكل متقارب جدا جدا جدا. النادي الاهلي كان متقارب جدا في مباراه النهارده عن مباراه فاينل الكاس سيمي فاينل الكاس، وبالتالي ده خلى النادي الاهلي يقدر يقطع هجمات نادي الاتحاد بشكل مميز جدا. اضيف عليه كمان التحول للهجوم، لو تفتكروا ماتش سيمي فاينل الكاس انا كنت انتقدت مروان محسن في الشوط الاول لما ضيع الانفراد قبل نادي الاتحاد ما يتقدم بهدف، كان نادي الاهلي ساعتها مضيع انفراد قبل ما نادي الاتحاد يجيب الهدف الاول له عن طريق سيسي اعتقد. نادي الاهلي بقى النهارده بتتكلم عن محمد شريف، محمد شريف فعلا
مش ممكن على سرعته في تحول النادي الاهلي للهجمات. سريع اللعيب، سريع جدا. الشوط الاول ما احرزش اهداف، عامل ازعاج ان انا دايما بتكلم عليه في كل فيديوهات ترند يلا كوره. اول وانس ما الهجمه بتتقطع انت بتشوف حتى في كره الجون، في كره الهدف، محمد شريف لو تفتكروا كنا بنتكلم على الكوره بتاعه مروان محسن في ماتش نهائي دوري ابطال افريقيا لما كان حسين الشحات بيجري كده وهو خد المدافع رايح بيه عند حسين الشحات، ده غلط، فاش كنت تعمل كده. محمد شريف في الجون عمل ايه؟ محمد شريف في الجون واخد المدافع وعمال يسحب، عمال يسحبه على الناحيه الثانيه عشان يفضي المساحه دي تماما لكهربا عشان طاهر محمد طاهر يلعب الثرو باس لكهربا في المساحه الفاضيه وبعد كده يحطها في مرمى محمد صبحي. هو ده الاسلوب الجيد. محمد شريف ما جابش الهدف، انت مش شايفه كمتابع او متفرج للمباراه ان هو عمل اي حاجه في الهدف سواء اسيست او هو جاب الهدف، ولكن سحبته للمدافعين والجري بتاعه في الجهه العكسيه ساب المساحه دي تماما لمحمود كهربا عشان يجيب الهدف. الشوط الثاني طبعا شفنا محمد شريف بيقدر يخلق انفرادات بالمرمى كتير ولغايه لما جاله طبعا الهدف اللي جابه بعد الثرو باس بتاع حسين الشحات. بنتكلم رتم النادي الاهلي ومحمد شريف وكهربا وحسين الشحات على وجه التحديد بيلعبوا في الملعب، بنتكلم على سرعه هايله، رتم عالي قوي، الملعب سريع، الكوره بتتحول من الدفاع للهجوم في مش ازيد من 3 ثواني. رتم النادي الاهلي بقى سريع جدا جدا جدا، عشان كده كان في تقدم بتلات اهداف نظيفه وانت مستمتع بالاداء وبتتفرج على مباراه مفتوحه وبتتفرج على هجمات كتيره قوي. النادي الاهلي ومحمد شريف راس الحربه بتاعه بيلعب بيخلق كم هائل من الفرص على مرمى المنافس ايا كان مين المنافس بسبب انك بتلعب مهاجم صريح سريع. طيب اثبت وجهه نظري من بعد دقيقة 65، بعد دقيقة 65 نزل مروان محسن مهاجم صريح ونزل صلاح محسن على الجناح وفي وجهة نظري ده قلل الريتم. طبعا قدروا يقدم مجهود طيب، مجهود مقبول، وكلموا طبعا المجهود ده بالهدف الرابع اللي مروان محسن عمل كرة عرضية على معلول مهيدة لأكرم توفيق، وأكرم توفيق بصراحة أنا قلت عليه من ماتش سوني ديب إجادة ومكسب كبير للأهلي ويستحق الهدف الرابع النهاردة، لكن أكيد هنتفق على شيء، الريتم قل، رتم الأداء قل من الدقيقة 65 بعد خروج محمد شريف وخروج كهربا، رتم الهجوم وسرعة اللعب قل، دي حاجة واضحة وباينة جدا لأي حد شاف المباراة بأكملها. بعد دقيقة 65 عدد الفرص اللي صنعها النادي الأهلي على مرمى نادي الاتحاد قلت بكتير، نقل الهجمة من الخلف للأمام قلت بكتير بسبب إيه؟ بسبب تغيير اللعيبة. وبالتالي بقول تاني إن أسلوب لعب موسيماني بيخليه دايما شايف ان او محمد شريف هو المناسب، حسين الشحات، اي لعيب سريع، اي لعيب سريع هو اللي هيدي موسيماني 9/10 من اسلوب اللعب اللي هو عايزه يلعب. وبالتالي النادي الاهلي قدر ان هو يكبد كابتن حسام حسن نتيجه تاريخيه، عمر كابتن حسام حسن ما خسر بالنتيجه دي اعتقد قدام النادي الاهلي نتيجه كبيره جدا، وبالتالي اشوف ان النادي الاهلي استحق المكسب اداء ونتيجه، وكمان كان في متعه كبيره جدا في المباراه، واكيد النادي الاهلي خلال الفتره الجايه الاداء بتاعه هيتطور اكتر واكتر يعني لما اللعيبه كمان تاخد على الاسلوب ده بشكل اكبر. الف مبروك للنادي الاهلي، 3 نقاط واستمرار سلسله الانتصارات في الدوري، هارد لك نادي الاتحاد. واعتقد كابتن ابراهيم حسن مدين باعتذار لموسيماني على التصريح اللي قاله في سيمي فاينل كاس مصر. شكرا جزيلا ليهم، كنت معاكم كريم سعيد.